أستاذ سامي، إزاي حضرتك؟ السلام عليكم. إزاي حضرتك يا أستاذ سامي؟ والله بخير الحمد لله. أولا البقاء لله، الله يبقى حياتك. وثانيا عاوزين نعرف من حضرتك التفاصيل، يعني حضرتك تقرب للأب إيه، أو يعني ممكن تقول لنا صلة القرابة؟ أبوه ابن خالتي على طول. ابن خالة حضرتك. طيب هو الأب كفيف فعلا زي ما بيقولوا على السوشيال ميديا إن الأب كفيف؟ الأب كفيف؟ وابوه كفيف ووالده كمان. والده كفيف. وأنا طيب هي الزوجه فعلا تزوجت عشان كده الحضانه راحت للجده، يعني ام جنة اتجوزت فعشان كده هي قاعده مع جدتها كانت. لا هو اتجوز، ولما اتجوز قعدوا فتره انا سايبه على نزاع وياه على طول. وبعدين صارت ايام وسنين فحصل انفصال. اوكي. لما حصل انفصال اشتكوا بعض، راحوا خدت عزاله وخدت بناتها وخدت كل حاجه. انا عاوز اسال حضرتك على حاجه، انا بقول مامة جنة، مامة جنة اتجوزت علشان كده هي راحت الطفله عاشت مع جدتها؟ ما اتجوزتش. يعني هي كانت عايشه مع، يعني هي عايشه مع، يعني الام دي عايشه مع الجده في بيت واحد؟ انا مع الجده في نفس البيت، ما اتجوزتش. يعني هيك شايفه ان بنتها بيحصل لها كده؟ انا شايفه. والبنت حكت وقالت ان كانت مامتي بتمسكني وتمسكنا وكده. لا يعني الفيديو اللي احنا شفناه للام وهي عماله بتصوت وبتعيط وهي كانت شايفه بنتها اصلا بتتعذب في بيتهم كده؟ بعدين في بيت واحد رمازه، شقه صغيره بسيطه، يعني بيت بسيط مش بعيد، يعني قريب مع، يعني قاعدين مع بعض. والاب اللي هو ابوها نفسه كان بيسطر على الجريمه. اللي هو الجد بقى. اللي هو الجد كان بس شايف وسطر على الجريمه. يعني هي الام كانت عارفه والجد كان عارف؟ طبعا. يعني الواحد في بيته وداخل طالع من البيت يجي 30 مره. ايه بقى بيعذبه بالليل وبالنهار. طب هو حضرتك هي فضلت تتعذب كده قد ايه؟ يعني لما، يعني لما اكتشفوا ان هي قعدت قد ايه تتعذب؟ شهر، اسبوعين، يعني يومين؟ فيها حرقات قديمة يمكن أكتر من شهرين، حرقات قديمة وطابت، وفيها حرقات جديدة. الحرقات الجديدة دي بقى لها أكتر من 10 أيام. طب هما كمان بيقولوا لي إن هي دخلت المستشفى جالها غرغرينا ورجليها حصل بتر للرجل، ده حقيقي؟ أيوه، رجلها مبتورة من بقى لها 3 أيام. قبل ما تتوفى بـ3 أيام. أيوه. يعني في المستشفى العام. المستشفى الدولي المنصوره. طب حضرتك عارف مين اللي بلغ؟ حضرتك عرفت مين اللي بلغ ولا ما عندكوش معلومه؟ اللي بلغ مين بقى؟ اللي بلغ على المشكلة، اللي بلغ ان الطفله دي حصل فيها الاعتداء ده. ايوه. انت عارف ولا مش عارف؟ ايوه عارف. مين؟ الطفله ديت لما اتكوت اتبهدلت وقطعت النفس خالص في ايدها، فخليتها وطلعت على المستشفى العام شربين. راحت مستشفى عام شربين لبساها 100 100 وعاوزه تعمل لها جلسه بخار. فالطبيب، الطبيب بيحط ايده على البنت، البنت بتتألم. قال لها البنت دي مش طبيعيه. يعني الطبيب هو اللي بلغ؟ لما انا احكي لك اهو خلص كلامي. فقال لها البنت ديت مش طبيعيه. فقال لها البنت ديت، اما قال لها البنت لما قلعها لقى فيها حرقات ومأذيها بنفس الاذى ده. المجرمه اللي عملت هذا العمل. لما لقاها عامله هذا العمل قال لها مين البت ديت اللي حرقها كده ولا مبهدلها كده؟ قالت له ديت مرات ابوها. كسبوا يعني. وهو الاب متزوج فعلا؟ ما تزوجش، مش متزوج لا. هي عاوز تخلع. عاوز تخلع باي اي اي حاجه. المهم عرضت انها تهرب، قال لها طيب سيب البنت وخش اغسل ايدك. من جوه، ولما عشان نعقم بيتنا ونعملها في الحال ده تغسل ايدها، اتصل بالشرطه في اسم شرطه في قلب المستشفى. شربين. الشرطه طلعت عليها قال لهم تعالوا شوفوا الست دي، ده قاموا قابضين عليها. انا بشكرك جدا يا استاذ سامي على المعلومات الصحيحه، علشان احنا كنا فاكرين ان امها ما كان يعني تزوجت فعلشان كده بنتها مش عايشه معاها. بشكر حضرتك جدا، شكرا.